السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الزبون اللي معنا، توحشتكم، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نديرو تجربة جديدة بيان سير، ماشي كيما الخطرة اللي فات تاع التذوق اللي هي تاع شوينغ غوم. اسمحولي، لقيتها 11 دينار و50 11 دينار ونص. نورمالمون حبيت نجربها معكم لأول مرة. جبت ليغو تاع البنان، فيها ليغو بزاف، كاين الفراز، كاين لورونج، كاين العنب، كاين توت. حبيت نجرب معاكم هذي اليوم، تعبرين فيها، شوف تحل فيها هذي اللي هنا، تدخل هنا تكون ديجا نحيت منها، بصح ما ذقتهاش قبل. شوف البوشات مليحة، نتوما وجي هما هاكا دايرينها صغار. الكو تاعهم على باليش كيما الشوينغوم تاع الهيه، والله لا لا بسم الله. مليح مش خايب، تعطيلو 7/10، تنقيط 7/10. مليح ذوق البنان، مليح. فيها 1 2 3 4 5 6 7 7 و7 14، فيها 14 حبة ب11 دينار، مش خايبة. نامي مضغوش خلاص. مليح مش خايبة، هاكا نكونو لحقنا لنهاية الفيديو. وفي فيديو جديد ان شاء الله، ومازالو تحديات تذوق اكبر من هذا. دوكا نبداو بالحوايج البسيطة، بالصغار هذو اللي قيس قيس، هاكم تعرفو. تهلاو لي في رواحكم، نحبكم، موت عليكم.